والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله عن الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم. إن شاء الله. شيخ نجيها يوم نجي أمبي صلاة الإسلام إن شاء الله. المسلم لابد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم جمعي ترطى فكان شوف أخلاق رب النبي صلى الله عليه وسلم. يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يتام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار كان يعامل الكفار بحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم رهوت القوات نو تيموي نيه دال من مين إسلام كي قوات بان تمنى تنون تيموي نيه تنوك دوي أخلاق آه. ولابد أن يظهر الإسلام على سلوكي، على أخلاقي، على لباسي، على مشي، على كل شيء في حياتي. جنتي ينتظر تفكان شوف نو أخلاق بحقوات توجيه سمدي بمبئ كاتا كفو أوي واي تنقل نو تم النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله هل أنا مسلم؟ من براه من ما نجيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يوم نيت قال له مسلم دايرتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل جيرانك، اسأل جيرانك. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فلاي طاب توين كا سونيك جبتان ربع نيك تمر. لماذا؟ لأن الجيران هم يشهدوا عليك بحسن الخلق أو سوء الخلق. ببرو نيك جبتان كو جنيك فسأسي هايين نيك من أخلاق أو رقا أخلاق أقرأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من هو؟ قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. النبي صلى الله عليه وسلم بني جيكا نئ مسلم كي نئ دال منوح من بني جيستي ها رقا نجي أمبيكي رقا جوتي أفاقوا لكي. يعني المسلم لا يؤذي الآخرين لا بلسانه مثلا بالسب بالشتم أو بالغيبة بالنميمة. نعم. مسلم كي من بان فوق باقوال قدال لنام نئ توتام بجيه كاتشي سدي نجيه نجيه دائم رقا وبي سيسين كناون. لا يؤذي الناس بيده، يعني لا يضرب بيده. نعم. حتى الصغير الكبير لابد أن يعطي الصغير حقه، يعني لا يضرب الصغير. من أك واي فجأة مسلم منه من أك واي من أك منه ما نطي بسوم باي كي من دوك نوك توج كناوي هاي من دوك ثوم نن جام باي ترو تامين كا كروب نن أي دم لاي تلو من دوك توج داوي من جام باي ترو واي رو يو لاي تو باك بون من أك منه تي.